كلام ممكن نقراه في الجرايد، في الكتب أو المجلات، لكن لما تبقى كلمة ونص بيبقى لها شكل تاني. كلمة ونص يومياً على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليسي. أعزائي المستمعين، يومكم سعيد وزي اللبن الحليب، ومعكم عمرو الليسي وكلمة ونص. ومن فترة اتكلمت عن ضرورة أننا نبدأ بالحكومة الذكية، الحكومة الذكية الإلكترونية اللي بتقدم خدمات سريعة، فاهمين انتوا طبعا، خدمات سريعة للمواطنين وبتقلل احتكاك الناس بالموظفين. بعدها كلمني شاب من المتخصصين في التكنولوجيا والمعلومات وقال لي انا عايز اقول لك حاجة وعندي ملاحظات مهمة. انا بتفق مع اللي انت قلته، قال لي ان كمان المواقع الالكترونية للحكومة والوزارات ضعيفة جدا وتعبانة قوي، وان اغلب الوزارات والهيئات الرسمية ما عندهاش مواقع محترمة، والمواقع الالكترونية للخدمات اغلبها لا تشتغل او معقدة وتصميمها كئيب لا تفيد المواطن اللي بيلاقي نفسه في متاهة، ودي مواقع للأسف الشديد بيديروها ناس ما عندهمش خبرة. بصراحة يا جماعة كلام الشاب ده عجبني، لأنه بالفعل بيتفق مع اللي بيقوله المتخصصين، وبالفعل الحكومة محتاجة بسرعة جدا أنها تغير من مواقعها وتبدأ تشغيل الخدمات والتقديم للأوراق بالطريقة الإلكترونية بدل الروتين والتعقيدات. وبعدين دول العالم يا جماعة كله سبقتنا، وعيب تفضل مواقع الوزارات والحكومة بالشكل ده وإحنا عندنا كل الكفاءات دي. وبالفعل إذا كنا عايزين نعمل ثورة إدارية يبقى لازم نبدأ بكده، خصوصا إن إحنا بنشوف شباب بيعملوا مواقع وأنشطة ممتازة. تبقى الحكومة بجلالة قدرها مش عارفة تعمل منظومة إلكترونية. من سنين وأنا بسمع عن إلغاء الروتين والأختام والأوراق اللي بتفتح باب التزوير والتزييف وبتهدر على الدولة المليارات، ونفضل نلف وندور في حلقة مفرغة. لازم يكون في قرار عاجل النهاردة قبل بكرة. القرار ده إن إحنا نقول إن الوزارات لازم تدخل عصر التكنولوجيا وتعتمد على شباب فاهم، وتتخلص بقى من الروتين والتكلس اللي جابنا لورا 100 سنة. دي كلمتنا ونص النهاردة، كان معاكم عمرو الليسي. وبكرة كلمة ونص. إعداد أكرم القصاص، إخراج تامر حسني.